نقاتل لوحدة السياسية السورية وسنحسم الأمر في الحسكة. خير إن شاء الله أبو حفيظ، شايف قوات الأثايث نيالين اللي نفض. خير إن شاء الله سيدو. لك أنت إيش أصطق مع الصور؟ أنت إيش أصطق؟ لك الدواعش بيدخلوا بكسر الصور، الجيش الحر بيدخل بيعفس على الصور، وهلا قوات الأشايز دخلت كمان عفست على الصور. خير إن شاء الله سيدو. متعود على الدعوسة؟ خازوقا بطعم البوياجية. يا أهلا وسهلا، الله خلينا ياكن. قربت كمان عنا هون بحلب الأكراد الشرفاء، تحية لكم واحد واحد. والله بالنسبة لأبو روما، بالنسبة لأبو روما الله يعطيه العافية، يعني مسألة سلفي العمال يساوية شيء كويس كويس، وعبرجي للشعب وعبرجي للناس وللعالم هاي كلها ياتها انه كيف النظام انه هو دجال وكذاب. فنحن بنتمنى له النجاح لأبو روما والله يعطيه ألف عافية. ودائما إمت ما من جيت أبو روما يعني النظام بيطالع انه اخذ منطقة اخذ شغلة، فتاي نهار أبو روما بتصور له المناطق وهذا، والله يعطيه ألف عافية. نحن بنتمنى له كل الخير والله يوفقه، وبتمنى لكل المجاهدين الله يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله النصر لنا عن قريب بإذن رب العالمين. سيلفي والفوسفور من خلفي سيدو. أنا ما نزلت. الأخ عم يضربنا بالفوسفور، طلع على الفوسفور شلون نزل من السماء. لا لا ما بيأثر، ما بيأثر، ما بيأثر عادي. الشعب يضرب، الشعب يعني متمسح. يعني صراحة يعني صراحة يا أبرو ما عجبني منظر الفوسفور. يا أخي الفوسفور شغلي بالهواء. أتمنى موضوع الفوسفور أحسن من البراغي، ما حبيت البراغي أنا. يا أخي هذا الارتجاجي ما حلو، لا صوت ولا صورة، ما عجبني أنا. توكل على الله، توكل على الله أبرو. يلا فكرة.